السلام عليكم ورحمة الله. New Halo Prep 2 First Term Unit 4 Into the Past إلى الماضي Lesson 4, 5 and 6. Let's start with revision and choose the correct answer. Number 1. All students based follow the school rule. هتبقى الإجابة All students في كل التلاميذ يتبعوا القواعد المدرسية. هتبقى الإجابة بتاعتنا must. يجب إن إحنا نتبع كل القواعد المدرسية. Number 2. You can watch sports matches at a or an space. طبعا sports matches مباراة كرة القدم في الاستاديوم. Number 3 the Karnak base was built thousands of years ago. احنا عندنا ايه كارنك اتبنى منذ الاف السنين هتبقى كارنك تمبل معبد الكارنك. Number 4 you space put your rubbish in the bin. You must put your rubbish in the bin. Number 5 space I take this medicine every day اخد هذا الدواء كل يوم يبقى ده ايه الزام صح الفوكاب نمبر 1 توريزم اللي هي السياحه بوليوشن معناها التلوث ايرثكويك معناها زلزال ديبيت معناها مناظره دامج اللي هي الفساد او الاتلاف او التدمير لوكال بيبول المحليين او الناس المحليه كاستمر عميل او زبون وور يعني حرب expressions number 1 bring money to يحضر المال لي bring money to give work to يعني يعطي الشغل لي او يعطي العمل لي behave well يتصرف جيدا او يسلك جيدا طريقه جيده drop rubbish وهنا drop معناها يلقي القمامه وهو هنا بيلقي بامره يعني بنفسه prepositions in other ways يعني بطرق مختلفه يعني اقول لك we can cook rice pudding نقدر نطبخ الرز باللبن in other ways بطرق مختلفه او بطرق اخرى pay for معناها بيدفع ثمن حاجه اقول لك I pay for the shirt انا بدفع ثمن التيشيرت مثلا report on بيدي تقرير على شيء معين work for يعني يعمل لدى او يعمل لدى حاجه work for a company يعني يعمل لدى شركه language notes الفرق ما بين maybe على بعضها بتساوي كلمة perhaps اللي هي ربما ودي بتعتبر adverb حال طيب زي ما اقول لك هنا maybe ربما it will be sunny tomorrow ان الدنيا هتكون مشرقه او مشمسه غدا يبقى مي دي هنا على بعضها انتوا شايفين مفيش اي فاصل بيجي بعدها جمله كامله عادي جدا تمام وده ادفيرب طيب انا عندي مي يبقى في فاصل في النص ده معناها مي هنا هتبقى موديل فيرب وبيجي بعدها فيرب انفينيتيف الفعل في المصدر معناها من المحتمل برضه بس ممكن مش لازم يجي بعدها بي ممكن يجي بعدها اي فيرب بس شرط ان هو يكون ايه انفينيتيف الفعل في المصدر زي ممكن اقول زي مي بلاي فوتبول تومور هما ربما يلعبوا كره قدم غدا غدا بالظبط كده جرامر از باست كونتينوس تنس زمن الماضي المستمر هو حدث كونتينوس تنس ايوه هو حدث تم في الماضي وانتهى ولكن استغرق فتره زمنيه معينه وانا حابب اعرفك الاحداث اللي حصلت اثناء فعل الحدث ده زي مثلا example number one انا بقول لك I was reading all morning انا كنت بقرا طول الصباح او طول الصباح هنا بيبدا الجمله بتاعتنا ازاي بتبدا بالسبجكت وبعدين verb to be in the past ال verb to be بتاعي بس يكون في الماضي اللي هو was earlier وبعدين ال verb plus ing I was reading all morning انا كنت بقرا طول الصباح وعندي كلمه all من الكلمات اللي بتدل على زمن الماضي المستمر past continuous number two They weren't doing anything at that time. هما ما كانوش بيعملوا أي حاجة في الوقت ده. أنا هنا عندي نفس الجملة أو نفس الزمن بس هنا في الإيه في النيجاتيف بتاعه في النفس. قال لي إحنا أول حاجة زي ما اتفقنا إن أنا بتكلم السبجكت الجملة بعد كده was aware اللي هو verb to be in the past في الماضي أنا عشان أنا فيه حطيت not weren't طب ده غير حاجة في الفيرب؟ لا الفيرب زي هو verb plus ing بعد was aware بحط الفيرب ing تمام طيب نمبر 3 انا هنا عندي بيقول لي the food was being cooked when I came الطعام يطبخ عندما انا اتيت بص الجمله بتاعتك هنا هو الطعام ينفع يطبخ نفسه لا طبعا يبقى انا هنا معنى الجمله ان انا ببدا بالاوبجكت يبقى هنا عندي الجمله passive past continuous passive ماضي مستمر في مبني مجهول في الماضي المستمر طب الجمله بتتكون من ايه من الاوبجكت
بعد كده verb to be in the past اللي هو was aware، بعد كده being، بعد كده verb in a past participle التصريف الثالث للverb زي كود. طيب انا عندي هنا كمان رابط اللي هو when معناها عندما، بتربط بين ايه when؟ when دايما بيجي بعدها past simple ماضي بسيط. طيب وجالي قبلها هنا زي ما احنا شايفين يعتبر past ايه؟ continuous ماضي مستمر. نمبر 4 هنا بيكلمني عن اداه الربط while. while معناها بينما، وهو عايز يقول لي ان while بتربط زمن الماضي المستمر مع زمن الماضي البسيط، الباست كونتينوس مع زمن الباست سمبل، واحيانا بتربط زمنين باست كونتينوس، بس هنا الجمله بتاعتنا باست كونتينوس وباست سمبل. while I was reading a story بينما انا كنت اقرا قصه، ذا تليفون رانج التليفون رانج، هو عايز يقول لي ان كان في حدث مستمر وحدث ثاني قطعه في زمن الماضي البسيط، انا كنت بقرا قصه ومستغرق فيها وقت وحصلت حاجه وقفتني عن قرايه القصه، اللي هو التليفون رانج التليفون رن مره واحده. هنا طبعا ان ذا باست سمبل كلمه رانج. يبقى تاني وايل بيجي بعدها الباست كونتينوس، الباست كونتينوس اللي هو بيتكون من السبجكت فيرب تو بي ان ذا باست، بعد كده الفيرب بلس اي ان جي، وده كده حدث مستمر. انما الباست سمبل الحدث اللي بيقطعه ده طبعا السبجكت بتاعنا، وعلى طول الفيرب ان ذا باست، ساعات الفيرب ده بيكون ريجولر وساعات بيكون irregular. طيب نمبر 5 از وين وي وير ووكينج انتو ذا ميوزيوم we saw some huge statues. معناها ايه الجمله؟ اثناء او از معناها بينما او اثناء، وين معناها عندما. بص بقى هنا احنا ايه برضو نفس الكلام، انا عندي زمنين، زمن ماضي مستمر اللي هو وير ووكينج، وعندي سو ماضي بسيط. معنى كده ان انا لما بيحصل عندي حدثين، حدث كان مستمر والتاني بيقطعه، يبقى انا بعمل ايه؟ ممكن اربط باز او وايل او وين. طيب از او وين نفس الكلام، هيجي بعدهم ممكن يجي بعدهم باست كونتينوس ماضي مستمر، والجملة الثانية هتبقى باست سمبل اللي هي ايه؟ ماضي بسيط. اللي احنا لاحظناه في الاكزامبل نمبر 5 ان وين في الاكزامبل نمبر 3 جه بعدها الباست سمبل، انما هنا وين في الاكزامبل نمبر 5 جه بعدها الباست كونتينوس. اللي عايز يقوله لي ان اداة الربط وين ممكن يجي بعدها الباست سمبل وممكن يجي بعدها الباست كونتينوس، ولكن لو جت في نص الكلام لازم يجي بعدها الباست سمبل فقط. وين لو جت في نص الكلام بيجي بعدها الباست سمبل فقط. الاكزامبل نمبر 6 وين مونا فيل اسليب، هنا مونا هي جت في الاول وجا بعدها باست سمبل. وين مونا فيل اسليب، لما مونا وقعت في النوم، شي واز واتشينج تي في، هي كانت بتتفرج على التلفزيون. طيب لما يكونوا الزمانين مستمرين في الحدوث مع بعض، انا بعمل حاجه واختي بتعمل حاجه والاثنين بيستمروا مع بعض، فانا هنا هربط باداه الربط وايل، والاثنين او الجملتين هيكونوا باست كونتينوس ماضي مستمر. لما اقول لك while I was having lunch، اثناء ما انا كنت بتناول الغداء ومستمر تناول الغداء، اختي كانت بتعمل حاجه ثانيه. my sister was watching TV، اختي كانت بتشاهد التلفزيون. يبقى الجملتين هنا بتوعي يعتبروا ماضي مستمر. ليه؟ لان الحدثين كانوا مستمرين في نفس الوقت، مفيش فيهم حدث قطع الثاني، مفيش حد حاجه قطعت الثاني. نمبر 8 during the night، كلمه during دي معناها اثناء، ودايما بيجي بعدها noun during the night يعني اثناء الليله، during the year اثناء العام، during the night يعني اثناء الليله، it rained heavily هي امطرت بغزاره، يعني اثناء الليله امطرت بغزاره. معنى الكون الزمن بتاعنا من subject was aware او verb to be in the past verb plus ing. طبعا لو عايز انسي فانا كنت بجيب was aware بحط بعدهم كلمه was، وده مش بيغير زي ما اتفقنا، مش بيغير في اي حاجه بالفعل، برضه الفعل هيفضل فيه ing. الباسيف هيتكون من object was aware being زائد past participle التصريف الثالث للفعل. عندنا بقى ايه ادوات الربط، عندي while as just as when. هيتكتب ايه؟ هيجي بعدهم past continuous ماضي مستمر، والجمله الثانيه هتكون past simple ماضي بسيط. طيب when ممكن كمان يجي بعدها ايه؟ past simple، والجمله الثانيه past continuous. ممكن برضو while و as و just as when يربطوا الزمنين مستمرين مع بعض، past continuous and past continuous. during دايما بيجي بعدها noun زي ما اتفقنا. exercise number 1 the main phrase when it rained heavily. انا عندي هنا when جالي بعدها past simple، يبقى الجمله الاولانيه هتبقى past continuous هتبقى we're working. يبقى الرجال كانوا بيشتغلوا لما ايه اللي عطلهم عن الشغل؟ ان الدنيا امطرت بغزارة. number 2 while I was reading my book the phone space. هنا while ربطت لي زمن كان مستمر بينما انا كنت بقرا الكتاب، في حاجه قطعتني او في حاجه وقفت لي، the phone في الماضي البسيط rang. number 3 as Kareem faced photos of the animals he lost his phone، ضيع تليفونه.
انا عندي از هنا برضو بتربط ما بين زمن مست... لو هنا حدث بيستغرق وقت وحدث بيقطعه يبقى هيجي بعدها ماضي مستمر اللي هو was taking. Read and correct number one. Nada was playing while her mother called her. انا عندي هنا الجمله اللي بعدها جايه باست سمبل واللي بيجي بعدها باست سمبل وين. نمبر 2 while I was doing my homework I dropped my pencil. انا عندي هنا while. انا كنت بكتب واجبي في حاجه عطلتني القلم بتاعي ضاع يعني لازم اخلي كلمه drop هنا في الباست سمبل هتبقى drop. بندبل الحرف الايه البي ونحط اي دي لان الفيرب بتاعي بينتهي باي بفاول كونسونانت تو فاول. Number 3 while I am playing on the computer I found out an interesting fact. اثناء ما انا كنت بلعب على الكمبيوتر بتاعي انا اكتشفت في حقيقه شيقه. انا لاحظت ان هو جايب لي ام playing دي present continuous. لا طبعا بعد while بيجي past continuous فكان لازم يكون فيرب تو بي في الماضي اللي هو بدل ام هيكون was playing. Number 4 we were all loving when he finished that funny story. احنا كلنا كنا بنضحك عندما هو انهى القصه المضحكه بتاعته. عندي وين هنا هيجي بعدها باست سمبل هتبقى فينش. Tell yourself, read and correct. Number one, what happened while you were driving to your work yesterday? Thank you and good boy.